السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نتابع معا دروسنا في كتاب اليوز. ننتقل للصفحة 10. طبعا ما زلنا أعزائي في الوحدة الأولى، القسم الأول من الكتاب المعنون ب الأعداد. لدينا هنا المثال المحلول رقم 7. في هذا المثال لدينا مجموعة من الأعداد المتتالية، مجموعة من الأعداد المتتالية. المطلوب منا هو إيجاد مجموع هذه الأعداد المتتالية. بداية بحب أوضح أن الفرق ما بين الحدود المتتالية هو 3، هو 3. الآن لإيجاد مجموع هذه الأعداد المتتالية، تذكر أن S هي إشارة المجموع تساوي آخر حد مضافا إليه أول حد قسما على 2 مضروبا بعدد الأعداد المتتالية T، أي أننا يجب أولا أن نحسب T. T ما هي T؟ هي عدد الأعداد المتتالية، وهي عبارة عن آخر حد مطروحا منه أول حد مقسما على الفرق، في حالتنا الفرق 3، مضافا إليها الواحد، أي أن أول حد أو آخر حد هنا آخر عدد 50، أول عدد وأول حد 2، الفرق 3، 50 ناقص 2 يساوي 48، تقسيم 3 يساوي 16، مضافا إليها 1 الجواب 17. الجواب 17. هذا بالنسبة لي عدد الأعداد المتتالية 17. سننتقل إلى هنا. الآن لدينا C S تساوي آخر حد مضافا إليه أول حد قسم على 2 قسم على 2 مضروب ب 17، مضروب ب 17، والجواب يساوي 52 تقسيم 2 مضروب ب17 ويساوي 26 مضروب ب17، والجواب يساوي 442. 442 هذا هو الجواب. ننتقل الآن لهذا التمرين الصغير غير المحلول. في هذا التمرين أيضا لدينا مجموعة من الأعداد المتتالية. الحد الأول ثلاثة، الحد الأخير 43. المطلوب مني أيضا مجموع هذه الأعداد المتتالية. نبدأ بحساب T، وهي عبارة عن أعداد هذه الأعداد المتتالية. نبدأ بالحد الأخير مطروحا منه الحد الأول قسما على الفرق. كم هو الفرق في حالتنا هذه؟ الفرق 4 قسما على 4 ضاف إليها الواحد ويساوي 43 ناقص 3 يساوي 40، تقسيم 4 ضاف إليها الواحد ويساوي 11، ويساوي 11. الآن نبدأ بحساب المجموع. حساب المجموع نضع الحد الأخير مضافا إليه الحد الأول قسم على 2 مضروب ب T، مضروب في حالتنا هذه بالرقم 11. الآن 43 زائد 43 يساوي 46، تقسيم 2 يساوي 23 مضروبا ب 11، والجواب 253، والجواب 253. ننتقل الآن للتمرين للمثال المحلول رقم 8. مثال المحلول رقم 8. في هذا المثال أيضا لدينا مجموعة من الأعداد المتتالية. تبدأ بالحد الأول 3، الحد الأول 3، الحد الأخير X، الحد الأخير X. طبعا المطلوب مني هو إيجاد X. المجموع معطى، أي أن C تساوي 429. 429. كما نعلم جميعا أن S تساوي
إيش تساوي الحد الأخير مضافا إليه الحد الأول قسم على 2 مضروب ب ت مضروب ب ت مضروب ب ت. لكن ما هي ت؟ ت هي الحد الأخير مطروحا منه الحد الأول قسم على الفرق، والفرق في حالتنا 5 مضافا إليه الواحد. أعوض ت كاملة، أعوضها في المجموع، وبالتالي نجد أن S تساوي T تساوي T S تساوي T مضروبا بها X زائد 3 X زائد 3 على S2 X زائد 3 على S2. الآن نحاول تبسيط هذه المعادلة. طبعا المعادلة بمجهول واحد هو X. بداية توحيد المقامات، قمنا توحيد المقامات 5 على 5 ثم ناقص 3 زائد 5 يساوي زائد 2 إشارة إشارة الأكبر عملية عملية طرح. لدينا الآن 5 لدينا الآن كسران، نضرب المقام في المقام 5 ضرب 2 يساوي 10، ننقل 10 إلى الطرف الآخر فتصبح ضرب 10 429 تصبح 4290. الآن بكل بساطة نحلل هذا العدد إلى 65 مضروبا ب 66. الآن لدينا x زائد 2 في x زائد 3 يساوي 65 في 66، x زائد 2 يساوي 65، أي أن x تساوي 63، x تساوي 63. شرح مفرداتهم بشكل سريع، ضربنا ب 10 ضرب ب10 تبسيط، النتيجة الحل تبسيط جمع تبسيط أيضا فرضيات. هذا هو كل ما لدينا في الصفحة 10 من كتاب اليوس. ننتقل مباشرة إلى الصفحة 11 مباشرة إلى الصفحة 11. في هذه الصفحة أيضا لدينا مجموعة من الأعداد التالية، تبدأ بالواحد تنتهي بN، ورمزنا المجموع بالرمز S، والأخرى تبدأ بالعشرة تنتهي بN ورمزنا لها بالرمز B بالرمز B. الآن المطلوب مني إذا علمت أن A زائد ب أن A زائد ب تساوي 885، فكم هي n الموجودة هنا. بداية فيني حل التمرين بالشكل التالي، فيني أوجد شيء اسمه S A المجموع المعطى عندي هنا A، والذي هو الحد الأخير مضافا إليه الحد الأول قسما على S2 مضروبا ب الحد الأخير مطروحا منه الحد الأول قسم على الفرق، الفرق لدي هنا واحد ضافا إليه واحد. هنا بعد توحيد المقامات والجمع ينتج لدينا هنا فقط n، يصبح لدي n مربع زائد n على 2. الآن نحسب نفس الكلام بالنسبة ل b، الحد الأول n مضافا إليه الحد الأخير مضافا إليه الحد الأول قسما على الفرق، الفرق في حالتها قسما على 2 مضروبا ب الحد الأخير مطروحا منه الحد الأول قسم على الفرق 1 مضافا إليه 1، ويصبح لدينا n زائد 10 على 2 مضروبا ب، بعد توحيد المقامات نجد n ناقص 9 n ناقص 9. الآن نقوم بفك الأقواس، n مربع زائد n ناقص 90 على 2، n مربع ناقص n زائد 90 على 2. الآن أقوم بما يلي، أقوم بإيجاد a ناقص b، أي
في حالة هذه المربع زائد n على 2 ناقص المربع زائد n ناقص 90 على 2. طبعا الناقص ينتج لدي هنا لدي n مربع وهنا لدي ناقص n مربع تذهب، هنا لدينا n وهنا لدينا ناقص n أيضا تذهب، هنا ليس لدينا شيء ولكن لدينا ناقص ناقص 90 أي 90 قسم على 2 يساوي 45، أي أن الفرق ما بين A و B هو 45. الآن لدينا معادلتان، الأولى فيها A زائد B يساوي 885 والأخرى A ناقص B يساوي 45. بحل المعادلتين عن طريق الجمع، A زائد A يساوي 2A، B ناقص B يساوي 0، بالتالي لدينا الآن 930. قسم الآن هذه 2، قسم الآن على 2، ينتج لدينا 465، أي أن A التي حسبناها هنا مجموع المربع زائد N على 2 تساوي 465. ما نقوم به الآن هو n مربع زائد n يساوي 930، n مربع زائد n ناقص 930 تساوي 0. نبحث الآن عن عددين، نبحث الآن عن عدد نبحث الآن عن عددين يكون جداؤهما 930 ومجموعهما واحد. طبعا بوضوح نجد أن العددين هما 30 و 31. الأكبر هو صاحب الإشارة هنا زائد، أي n زائد 31 تساوي 0 و n ناقص 30 تساوي 0. من هنا لدي جواب سالب مرفوض، أختار n تساوي 3. تمام، ننتقل الآن عزيز الطالب الوقت يداهمنا، ننتقل الآن إلى التمرين العاشر للمحلول، ننتقل الآن إلى التمرين العاشر المحلول. في هذا التمرين لدينا مجموعة من الأعداد بعضها موجب وبعضها الآخر سالب. ما سنقوم به الآن هو فرز الأعداد السالبة وفرز الأعداد الموجبة، فرز الأعداد الموجبة هنا، فرز الأعداد السالبة هنا، ثم إخراج السالب عامل مشترك فتصبح أيضا موجبة. الآن يمكننا حساب المجموع، الآن يمكننا حساب المجموع ببساطة وبسرعة. لأحسب المجموعة الأولى، لأحسب المجموعة الأولى، ما أريده هو الحد الأخير مضافا إليه الحد الأول مقسم على 2 مضروبا ب الحد الأخير مطروحا منه الحد الأول مقسم على الفرق أيضا 2 مضافا إليه الواحد. نفس الكلام تماما بالنسبة للمجموعة الأخرى التي كانت سالبة، مضافا إليه 2 مقسم على 2 مضروبا ب ناقص 2 على 2 مضافا إليها الواحد، ينتج لدي الجواب هو 1006. أنا آسف اختصاري حل هذا المثال لأن البرنامج لا يسمح لي بتسجيل أكثر من 15 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.